يحق لهذه الراهبة الأخت الراهبة أن تعبر عن موقفها الوطني، ولا يجوز التحريض عليها أو الإساءة لها بسبب أنها عبرت عن موقفها المبدئي الوطني. وحقيقة أنا ما أود أن أتطرق إليه أن هنالك جهات مشبوهة، وهذا طبعا ليس في لبنان فقط، حتى في فلسطين، حتى في أماكن أخرى، هنالك جهات مشبوهة لربما مرتبطة بالصهيونية أو باللوبي الصهيوني إلى آخره، التي تحرض على الأصوات المسيحية الوطنية التي تدافع عن فلسطين وتدافع عن القدس وتدافع عن القضايا العادلة في هذا المشرق. نشهد طبعا اليوم ازدادت هذه الظاهرة بسبب وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، هنالك حملة ممنهجة تستهدف شخصيات مسيحية وطنية دينية وغير دينية، تتبنى مسألة الدفاع عن فلسطين ومسألة الدفاع عن غزة وعن القضية الفلسطينية. طبعا هؤلاء نحن نعرف جيدا أجنداتهم وأهدافهم ومن يقف خلفهم. طبعا نحن لا نعرف الكثير من التفاصيل حول مسألة الراهبة، ولكن بغض النظر نحن نتضامن ونقف إلى جانبها ونرفض يعني المساس بها بسبب أنها عبرت عن موقفها، وهذا هو موقف الكثيرين. أعتقد أنها لا تمثل فقط نفسها، تمثل الكثيرين من أبناء المجتمع اللبناني. طبعا يعني المسيحيين في هذا المشرق وفي الوطن العربي، نحن نتحدث عن فلسطين، عن سوريا، عن لبنان، عن الأردن، عن مصر، عن العراق، المسيحيون في هذه المنطقة العربية هم أصيلون في انتمائهم للعروبة، في انتمائهم للإنسانية، في انتمائهم للقضايا الوطنية. وعندما يدافع المسيحيون عن أوطانهم وعن قضاياهم العادلة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، إنما يعبرون عن موقفهم السليم ويدافعون عن أنفسهم، لأن المسيحيين في هذا المشرق ليسوا أقليات أو جاليات في أوطانهم.